طيب في ازمه كده حاصله بقالها يعني كام يوم كده، في كلام عليها، مش عايزه اقولها ازمه، انا مش هوصف، في كلام بقاله كذا يوم بيتقال انه معالي وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه، الاستاذه نجلته الكريمه الموقره شيماء، شيماء محمد مختار جمعه، تم تعيينها في احدى شركات البترول. طيب ايه الغريبه في كده؟ اولا بس يعني احنا عارفين دلوقتي انه خلاص فكره انك تبقى في منصب دي، والله يا جماعه ما بقت ميزه، العين عليك بشكل غير طبيعي، العين عليك مش انت بس شغلت ابنك فين ولا سافرت تصيف فين، العين عليك انت بتاكل ايه، بيصوروا كده لو واحد قاعد قدامه اي نوع اكل ولا حاجه بيتصور ويقول لك شايفين المسؤول اللي بيتكلم على المواطن او قاعد بياكل معرفش ايه، احنا يعني خلاص ما بقتش ميزه. ايه الفكره في انه يعني او ايه الجدل اللي حصل؟ الفكره انه الاستاذه شيماء حديثه التخرج، هي متخرجه في 2016، هقول لكم التفاصيل اللي عندي، انه هي حاصله على ليسانس اداب انجليزي 2016 يعني لسه متخرجه، ومع ذلك اتعينت مباشره في شركه بترول، ومن هنا في نائب محترم اسمه النائب اشرف رحيم وهو عضو مجلس النواب، تقدم بطلب احاطه عاجل الى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ضد مين؟ مش ضد وزير الاوقاف، ضد وزير البترول المهندس طارق الملا، عشان موضوع تعيين بنت وزير الاوقاف في شركه البترول. سالوا سؤال بيقول له يا معالي وزير البترول، هو الطبيعي عندكم في قطاع البترول ان اللي بيبقى لسه متخرج حديث التخرج بيتعين على طول كده؟ يعني للدرجات دي عندكم فرص عمل كتيره؟ ولا هذا التعيين تم لان الاستاذه الفاضله هي ابنه وزير الاوقاف؟ خلينا ناخد مع بعض على الهاتف سياده النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب. سياده النائب اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذه منى، ازي حضرتك؟ والاول اسمحي لي بس ادين الحادث الغاشم اللي حصل لابناء قوات الشرطه صباح اليوم، والحقيقه يعني ببلغ تعزيه السيد وزير الداخليه والمصر كلها في ابنائنا اللي كل يوم بيروحوا. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم، صباح الفل. ايه ازاي وصل لك المعلومه يا فندم او الخبر، وايه اللي دفع حضرتك انك تتقدم بطلب الاحاطه العاجل ضد وزير البترول المهندس طارق الملا؟ هو الحقيقه في الامر اسماعيلي، هو بالنسبه اللي وصل ليا انه الخبر تداولته اعتقد معظم وسائل الاعلام المقروءه والمرئيه والمسموعه بعضها يعني، فهو متداول ولقيناه في وسط الشباب وعلى الميديا والفيسبوك. وانا كنت بقول من شويه الحقيقه خلاص دلوقتي اي مسؤول بقى عارف انه السبوت عليه جامد جدا جدا يعني. بالضبط يا فندم، واحنا كلنا يعني احنا عارفين قد ايه المعاناه اللي بعانيها اي مسؤول، ولكن الشارع دلوقتي برضه ما ننسوش الظروف اللي بمر فيها الشارع من عدم ايجاد فرصه عمل للشباب، شايفه قد ايه عندنا مصر بتعاني من نسبة البطالة، وفي نفس الوقت الظروف اللي بتمر بها البلد من ناحية غلاء الأسعار ومن ناحية كله، هم عندهم وعي إن إحنا في مرحلة عصيبة وهتعدي إن شاء الله، وإن شاء الله خلاص كادت إن إحنا نمر من عنق السجاجة، وبفضل الله إن شاء الله هتبقى مصر آمنة والأمور هتتغير للأفضل إن شاء الله. تمام تمام. ما ينفعش بقى في ظل الظروف دهيت يعني يفاجئ الشباب بان ابنه وزير الاوقاف اللي هي خريجه 2016 في الوقت اللي فيه مهندسين بترول متخرجين من فتره طويله وعانوا مرارا وتكرارا وتقدموا بمسابقات مره واثنين وعشره، واللي بلغهم ان التعيينات موقوفه في وزاره البترول منذ اكثر من ده على طول بيزق الشباب زق ناحيه انه يسال السؤال الشهير بتاع او يقول الكلمه الشهيره بتاعت مفيش حاجه اتغيرت في البلد لسه زي ما احنا. بالضبط، انا نفسي بقى انا كنت عايز بس شيء من الحكمه، من الحكمه انا ما يبقاش في السرعه الرهيبه دي والشارع سخن، يعني خاصه ان انا كوزير اوقاف عندي اكثر من 2000 واحد تم ايقافهم عن العمل بدون قرار فاصل وما رجعوش لحد دلوقتي كأسر، طب ما رجع دول الأول بعدين عين بنتي، ما هم دول أبناء، يعني لما دول أبناء عين بعضهم لما مضوا تعهدات وإقرارات عن نفسهم إنهم ما سبق لهمش الشغل قبل كده، وبعد كده يعني أنا
انا عايز اقول بس انا 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 اشوف الشارع ماشي ازاي، انا عايز احس بنبض الشارع كمسؤول. طب انا عايز اسالك سؤال يا سياده النائب، عايز اسالك سؤال بصراحه شديده جدا. حضرتك كان في يعني كنت من ضمن النقاط اللي اثرتها انه كان في تعيين اكتر من 188 موظف وعامل بمختلف شركات البترول في وقت وزاره المهندس طارق الملا، وده خلى حضرتك تسال سؤال او تقول حاجه هنا ممكن زي ما احنا شايفين، وده ممكن بصراحة يعني يؤخذ على حضرتك، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انا حضرتك في كلامك بتقول له ايه؟ مع ان انت الوزير الوحيد اللي ما بيستجبش للنواب في اي طلب، سواء بالتعيين او النقل او حتى تسوية حالة وظيفية بحسب ما جاء في البيان، هنا ممكن حد يقول لحضرتك ايه؟ اه يبقى حضرتك هنا عشان حضرتك نائب طلبت من الوزير حاجة وطلبت منه ينقل لك حد او يعين لك حد او يسوي لك حاجة لحد ورفض، فعشان كده واقفله بالمرصاد ومسكله على موضوع تعيين. انا اسمحي لي يا فندم الاول، انا ايه اللي هيؤخذ عليا؟ ده شغلي انا، ان انا بعمل طلب احاطه للسيد معالي وزير البترول، ده حقي انا التشريعي والرقابي. انا عندي الماده 134 من الدستور والماده 212 من اللائحه الداخليه لمجلس النواب، بتديني الحق ان اعمل طلب احاطه او سؤال او استجواب. انت معايا حضرتك؟ لان ده شغلي اصلا. فحين ورد ليا انا من معلومات عن انه تواترت الاخبار عن ان هناك اكثر من 188 واحد يتعينوا، كوني اعمل له طلب احاطه ده حقي. طيب. يطلع صح يطلع غلط. هو مارست حقك الدستوري طبعا. حقه يرد. على الجانب الاخر بقى، التعاون بين النواب والوزراء، لما بطلب طلب او اخوان النواب بيطلبوا طلبات بيجينا الرد حتى في ابسط الاشياء اللي هي ما انا نائب دايره ولازم كل يوم اقدم طلب، امال ما انا لازم كل يوم مش طلب اقدم طلبات، انا راجل عن دايرتين، انا عن مركز ايتاي وشبرخيت مستقل. مركز ايتاي ده لوحده 66 قريه و400 طيب. عزبه. طيب سياده النائب، سياده النائب معلش انا الوقت بس، هي شركه ميدور تحديدا اللي هي المفترض انه ابنه معالي وزير الاوقاف الفاضله اتعينت فيها، دي مش اول مره حسب المعلومات اللي جات لنا انه الشركه دي تحديدا شركه يعني فخمه جدا وراقيه جدا، وانه نعم. كتير قوي من حالات سابقه الاولاد وابناء وبنات وزراء وشخصيات مسؤوله في البلد بيتم تعيينهم في هذه الشركه. الكلام ده صح؟ ما هو لو كده احنا ممكن بقى نتكلم الكلام ده بقى اللي يرد عليه بقى هو ده طلب الاحاطه بتاعي اللي انا بقوله، اللي انا منتظر حضرته يرد عليا يقول الكلام ده صح يقول الكلام ده غلط، نشوفه بعدها ايه الخطوات اللي يجب ان تكون. وانا لسه برضو بقول حاجه مهمه جدا، على كل مسؤول دلوقتي يراعي ظروف الشعب، يراعي ظروف البلد، يراعي الراجل الكبير اللي شغال، اللي المفروض يكون له ظهير سياسي. تمام. انا مش عارف يعني، انا عايز اقول احنا بنفتقد الحكمه في التعامل. بشكرك جزيل الشكر سياده النائب. نعم. انا ليه اصدر ازمات؟ انا ليه اصدر ازمات؟ صح كده، ليه اصدر ازمات؟ ليه في وقت بنقول والقياده السياسيه والحكومه بتطالب فيه المواطن ان احنا نستحمل ونصبر، واحنا فعلا بنعمل كده عشان حتى يعني بحق الارهاب اللي لسه بيضربنا وياخد ولادنا لغايه دلوقتي، ليه بقى الاقي حاجات كده طالعه في النص تزعزع الثقه وتخلي الشباب يرجع تاني يقول لك شايفين ما هو ما فيش فايده، لسه الواسطه ولسه الكوسه يعني ايه خريجه 2000 دفعه 2016 تتعين؟ طب ما انا متخرج من قبلها ما اعرفش بكام سنه ومش لاقي ربع الفرصه دي. لا انا بشكرك لسياده النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب، وهنتابع ان شاء الله لاحقا ايضا ماذا تم في هذا الطلب. انا يا جماعه انا عندي عايز